نحن الآن أمام مدرسة الفلاحة في السلة البلاد، لنناقش مدى تأثير الأنشطة اللاصقية على المستوى الأكاديمي للطلاب سلبياً وإيجابياً. هيا بنا. معنا الآن إحدى الطالبات المشاركات في مسابقة الباحث الواعد. عرفينا بنفسك وأخبرينا عن تجربتك. اسمي رامي علي، حصلت على رخصة الباحث الاجتماعي، وكان موضوع بحثنا أثر ترجمة المفردات الإنجليزية الجديدة على تحصيل طالبات الصف الخامس في مدرستنا مدرسة الفلاح، وكان هذه البحث خصيصا الإنجليزية لطالبات اللواتي مستوانا ضعيف. نائبة الأكاديمية لمدرسة الفلاح المستقلة للبنات أستاذة الفاضلة نانسي سماد، برأيك ما مدى تأثير الأنشطة اللاصفية على المستوى الأكاديمي للطلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا بالنسبة لموضوع السؤال، سؤال كثير مهم وكثير فعال. بالنسبة للأنشطة اللاصفية هي جزء أساسي من الخطة الاستراتيجية للمدرسة، وخطة بنعتمد عليها وبنقدمها للمجلس الأعلى. خطة الأنشطة اللاصفية بتعتمد اعتماد كبير على الطالب. نحن نقوم بتهيئة الجو المناسب والمواد لكي يقوم الطالب بالإبداع وإعطاء وخلق إنسان مبدع ومثقف. ليس فقط عملية الأنشطة اللاصفية هي فقط عملية لعب أو تضيع للوقت، بل هي استثمار لطاقة الطالب في شيء مفيد. هي عبارة عن خلق إنسان مثقف واعي، قادر على إبداء رأيه، قادر على خلق شيء جميل ومفيد. وهذه الأنشطة تساعده في العملية، طبعا تساعد الطالب داخل الصف في العملية الأكاديمية طبعا، اللي هي أساس العملية التعليمية. طبعا يصبح الطالب قادر على إبداء رأيه، على خلق أفكار وإبداع من خلال أنشطته اللاصقية. مما لا شك فيه أن الأنشطة اللاصفية لها تأثير كبير على سلوك الطالبات الإيجابي، من حيث تحفيزهن ودفعهن إلى الأمام وإلى إعطاء كل شيء إيجابي، من حيث الالتزام بسلوك الصحيح والابتعاد عن السلوك الخاطئ الغير مرغوب فيه، وخصوصا بتكون مفيدة جدا جدا لطالبات الحالات الفردية، من حيث الأنشطة بحيث ان الطالبة تتخلى او تفرغ طاقتها السلبية وتحولها الى طاقة إيجابية من خلال الأنشطة اللاصفية. وفي الختام نحمد الله على الفرص المتاحة لنا في الطلاب والإعجاب الناشئ لنحقق رؤية الوطن لعام.